بالفعل تدخل مباشر من المدافع يؤمن وضع فريقه. كرة طويلة وفتح اللعب على الأطراف. هذه فرصة، هدف درامي، هدف قاتل يمنح الأفضلية للفريق في نهاية المباراة. الاحتفاظ بالكرة يحتاج إلى مزيد من الجهد، لا زالوا يحتفظون بالكرة ويبحثون عن اختيار كرة خطيرة لتسجيل هدف الأسبقية. التقدم يرجع إليهم من جديد. هذا الفريق تحسه يلعب السهل الممتنع، كرة وتمريرة في مكانه في قدم زميله. كرة طويلة وفتح اللعب على الأطراف. برافو، الشراسة والكرينتا واستعادة الكرة والتمريرة. تصويبة على المرمى. كرة صعبة أمام المرمى. غير قبيل. هنا ضربة جزاء، ما فيش كلام. الأوراق صارت محسوبة واللعبة منتهية لو يجي الهدف الآن. ضربة جزاء لقتل أي إثارة في الماتش. أعتقد أنه انتهت المواجهة مع ضربة الجزاء حتى قبل تسجيلها، لأنني أجزم أنها ستسجل. ركلة ترجيحية مميزة والكرة في المرمى. ضربة جزاء دائما هي الفرصة الأكبر ممكن في المباراة، لأنه اللاعب يكون رأس مع الحارس.